السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى سوف نحتفل بحصول الأخ خليل سليم على الدرع الفضي من شركة يوتيوب. طبعا لم نعرف الأخ خليل سليم أول يوتيوبر بداخل محافظة إب يحصل على 100,000 مشترك، ونقوله بإذن الله عقبال مليون مشترك. طبعا نشكر مطعم مستر سندويتش على استضافته لهذه الحفلة، كما نشكر قاعة المدينة في الجبانة سفلى على الاستضافة، نشكر الأخ محفوظ النفيش، الأخ حسن الدعيس، الأخ محمود الدعيس، أيضا الأخ هشام القادري صاحب القوة الخارقة. طبعا الآن الكابتن عمرو الجماعي يسلم الدرع للأخ خليل سليم. ألف 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 مبروك من أعماقنا على حصول الأخ والحبيب صاحب المحتوى الفكاهي والعفوي الذي طبعا نال إعجاب واستحسان كثير من المشاهدين. طبعا كما نشكر الأخ معمر سليم، تفضل أخي معمر. طبعا الأخ معمر سليم هو الأخ الكبير للأخ خليل. الآن نبدأ هذه الشهادة الذي حصل عليها الأخ خليل سليم من شركة يوتيوب. ألف 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 مبروك للأخ خليل سليم. الآن سوف يبدأ الأخ خليل تقطيع الصوت الحبيب. يا سلام يا سلام يا سلام. شكرا شكرا. وأشكر جميع المتابعين، وهذا طبعا الدرع أخذته بفضل الله ثم بفضل المتابعين، وتحياتي لكم جميعا وشكرا.